وفي نشرة سابقة أكد السيد عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية أن البحرين وضعت قوانين وتشريعات نظمت القطاع العقاري والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية. اليوم نفتخر في مملكة البحرين أن عندنا أفضل القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع التطوير العقاري على مستوى الدولي، وهذا أعتقد يعني مفخرة وإنجاز لازم يحسب لمملكة البحرين وللقائمين عليها. طبعا مثل الجميع ما يعرف أن هذا القطاع ثاني أكبر قطاع بعد القطاع البنكي، وتأسس يعني من البداية كشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتم وضع القوانين يعني من درسنا القوانين الدولية كلها وانتقلنا الأفضل، فعشان كذي نفتخر فيها، وهذه كان طبعا بالتوافق مع الأخوان في المؤسسة.